السلام عليكم أخواتي. أخواتي الطلبات راهي موجودة الحمد لله، وصلت على خير وكلها ما شاء الله ما شاء الله. والبنات اللي حبوا، راني جبت الزايد، اللي حبوا مرحبا بكم. كما لي صابو كاين فيهم 38 و39، وهادو ما يجوا باكج، يعني شنطة كبيرة وشنطة صغيرة وصابو. واللي يحب يلحق عباية، فأنا جبت عبايات يعني تتماشى مع كل انصامبل تاع لي صابو. هذا مثلا في الأرجنتي كيف كيف شنطة كبيرة، وهذه شنطة صغيرة، هذه شنطة صغيرة ما شاء الله، كلها يعني أحجار، أحجار الأحجار الغالية هذه، يعني مع الحذاء صابو. وهذه العباية كذلك الأرجنتي، هذا الدراع تاعها. بالنسبة للأولى كذلك فيه نقش في الدراع تاعها، هذه في الدوغي. وهذه فيها 3 موديل. هذا الموديل الأول، هذا يجي طرز فصوص كله أحجار، كله أحجار كريستال على الكم، على الجانب تاع الكم كامل، في لي مونش لي دو مونش يجي كامل، وكلهم مع الشيلة مع الفولاخ افيك فولاخ. هذا الموديل الاول، الديزاين الاول في الدوغي والكراميل. وهذا الديزاين الثاني فضي، وهذا الديزاين الثالث كيف كيف دوغي اي كراميل. عفوا، وكل الاقمشه اقمشه نيدا من النوع الرفيع يعني. وهذه دي بوشيت، شنطه صغيره يعني، اللي يحب ياخذ عبايه وياخذ شنطتها، يعني حاجه كلاس، حاجه شيك، وكله احجار، كله احجار. كريستال يعني كله ديب احجار كريمه، عفوا احجار يعني اصليه. هذو 3 بوشات، انا كشغل زوجتهم مع شاك كل عبايه مع لا كولور تاع لي زيستراس اللي فيها هكذا. وكاين موديل ثالث هذا كذلك كيف كيف، هذا وسي فيه شنطة صغيرة وشنطة كبيرة. هاي الشنطة تاعو الصغيرة، صغيرة. المهم هي مثل هادو، يعني مثل هادو، مثل هادو. هاي ما شاء الله، ها ولادة قيصرية، ها ما شاء الله كذلك. بون كيما قلت لكم حبيبتي، انا جبت الزايد، واللي يحب مرحبا به. هاد مشيو مع بعضهم، هاد مشيو 3 انصامبل مع بعضهم، شنطة كبيرة وشنطة صغيرة وحية وصابو. شوز كيف كيف لا ميم شوز، شنطة صغيرة وشنطة كبيرة مع الشوز. الشوز كامل ساير داير كله بالأحجار، كله أحجار. كامل أحجار. وهذا الموديل الثالث، واو